الاستثمار مش منطبق على مجرد انه يتخصص على كادر. طبعا بنشكر الاستاذ الدكتور علي طه على المجهود الرائع والمتميز. حضرتك انت ضميت عدد كبير من التخصصات وعدد كبير من الجامعات، جامعه قنا وجامعه اسيوط وسوهاج طبعا عندكم في مكانكم وجامعه اسوان، بالاضافه الى الجامعات القاهره والاسكندريه والزلزله كلها. كان متميز جدا في ان احنا تعرضنا لاساتذه افاضل في هذه الجامعات التقنيه، اساتذه متخصصين وعلى اعلى مستوى. احنا جميعا استفدنا منهم، اخص بالذكر الاستاذ الدكتور احمد الغلادي، تشرفنا بمعرفته وبالكونتريبيوشن المهمه والرائعه اللي قدمه لنا. طبعا الرعايه الكامله لهذه التخصصات بواسطه العميد المتميز واستاذنا وصديقنا الدكتور مصطفى عبد الخالق، نشاط رائع ومستمر وعلى مدار السنين بنحس بالالفه والتميز. طبعا الدكتور حسين شحشح مش هقدر اوفيه حقه في المساهمه في كل الانشطه العلميه في على مدار هذه السنين. مش عايز اطول عليكم، بس احب اختم بالرعايه المتميزه لهذا النشاط من قائدين كبار جدا في السوهاج، الرئيس الجامعه الفاضل الاستاذ الدكتور احمد عزيز، ومعالي الوزير المحافظ الدكتور ايمن عبد المنعم. هذه الرعايه مش عايز اقول انها رعايه سياسيه خالص، بالعكس انا حسيت بالحب والتفاني والاخلاص والمثابره في العمل والتالف والتقرب من الناس من الكبير الى الصغير. فعلا دي يمكن الواحد ما بيلمسهاش دكتور احمد في اماكن كثيره وفي مجالات كثيره. لما انا لمست من حضرتك انك بتحب العمل وبتتفانى فيه وبتبقى مش عايز اقول تواضع ولا مش عارف اوصف الكلمات بالظبط ايه، بس ان حضرتك تبقى قريب من الناس وتتالف معاهم وتحس بيهم وتحس بمشاكلهم، دي نعمه من عند ربنا. ويمكن انا في حديث صغير مع الدكتور احمد من دقائق بيقول لي احنا عايزين نعرف ايه هي الديفكس الموجوده، مش يعني احنا بنصدي عليه الانجازات الرائعه اللي احنا شايفينها يعني نشاط متميز مش بنشوفه بجامعات كتير. يمكن حتى في التصريحات ساعات ما بنقدرش نعمل هذا المجتمع، يمكن على مستوى الجمعيه مختلف انما على نشاط الجامعات ما بنقدرش نعمل هذا التجمعات المتميزه. اللي كان بيقوله لي الدكتور احمد عزيز بيقول لي احنا عايزين نعرف ايه الديفكتس اللي موجوده، وعايزك تزور مثلا اسمه كذا تقول لي النواقص اللي فيه ايه مش الحاجات الحلوه اللي فيه ايه. فطبعا بنشكركم جميعا على هذا المؤتمر الرائع، والاهم حاجه انا لمستها الحب والاخلاص والتفاني، ودايما بدعوكم بالتوفيق. وانا اللي بشكركم على هذا النشاط المستمر اللي يمكن بادي من فترات طويله من ايام الدكتور طارق الباز، دايما بذكر له بالخير دعمه لهذه الابريتشز، وان شاء الله تبقى نشاط مستمر وكل سنه وانتم طيبين.